نروح بقى لجنوب افريقيا، ازاي بيبصوا للقاء؟ هم مدركين تماما هو اللقاء الاصعب، حتى لو كان في فرق في النقاط، وحتى لو كان الترتيب الى حد ما مش واضح في نفس المجموعه جروب بي في دوري الابطال. لكن خلينا نشوف واحد من النجوم التاريخيين والكباتن التاريخيين الحقيقه لفريق سان داونز، واحد من الجيل اللي توج وحقق لقب بطوله دوري ابطال افريقيا سنه 2016 مع سان داونز، وين أنسي نجم وقائد فريق سان داونز السابق ومنتخب جنوب افريقيا طبعا هو ضيفنا في السادسه. بدايه نرحب بيه على شاشه الاهلي، وبشكرك طبعا على مشاركتك معنا قبل 72 ساعه من اللقاء المنتظر في جنوب افريقيا وفي مصر. شكرا جزيلا على استضافتي، دوما من الشرف ان اتواجد مع اي منظومه تمثل مصر البلد والأوقات التي قضيتها هناك. كانت تجربة رائعة وتجربة ودودة جدا ومضيافة جدا أن أتواجد في هذا البلد الكريم. نعم شكرا جزيلا على تواجدي معكم. شكرا، أهلا وسهلا بيك في أي وقت، وأهلا وسهلا. الحقيقة احنا نعتز جدا بشعوب افريقيا وخصوصا جنوب افريقيا وخصوصا سان داونز، اللي الحقيقه بقى لقاء دايما منتظم بين الاهلي وسان داونز دايما في بطوله افريقيا. خليني اسالك عن رايك في لقاء السبت المقبل، السبت القادم، وهل بتشوف او بتتفق مع فكره انه المباراه دي هتحدد بشكل كبير جدا فرص الفرقتين المتاهلين عن المجموعه بي في دوري ابطال افريقيا، ولا مازال المشوار او مازال القادم يوضح الصوره بشكل اكبر؟ نعم أعتقد أنها ستكون مباراة قوية لكلا الفريقين وخصوصا للأهلي، أعتقد أنه لم خصوصا لأنه لم يحرز الثلاث نقاط في مباراته على أرضه. الأهلي الآن في مركز سيء، ستكون مباراة صعبة، ستكون مباراة مهمة جدا للأهلي أن يفوز بالثلاث نقاط. حتى لو كان سان داونز كان فريقا قويا وحريص على إحراز الثلاث نقاط، ولكن الأهلي يجب عليه ذلك. ستكون كل الأمور مناسبة لسان داونز، الأهلي يعرف كثيرا عن سان داونز، يعرف كثيرا عن البلاد، ولعب هناك في بريتوريا من قبل ويعرف أن الأمر صعبا هناك. سيكون الأمر صعبا للاعبي الأهلي، ولكن أنا متأكد أن بخبرات لاعبي الأهلي أنهم سيسعون وراء الثلاث نقاط، كما الحال بالنسبة لسان داونز الذين سيريدون أن ينهوا المباراة لصالحهم. نعم ستكون مباراة حماسية ينتظرها الجميع. سان داونز يعلم تماما أنه ما فيش يعني أمامه غير المكسب، لأنه أي نتيجة غير المكسب قد تعقد من حسابات سان داونز، وخصوصا أنه هيخرج لمقابلة الهلال السوداني. هل تتوقع أن ده يخلي مكوينا المدير الفني يفكر في مواجهة الأهلي بشكل مختلف أو بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي واجهوا بيها في القاهرة؟ نعم أعتقد أن بالفعل رولاني مكوينا سيجري بعض التغييرات عن المباراة الأولى. في هذه المباراة سيغير بعض اللاعبين، أعتقد ذلك، وأعتقد أن بعض اللاعبين سيخرجوا. حينما تلعب داخل بلادك أو على أرضك ستجري بعض التغييرات وتلعب بهجومية أكبر. لا أعتقد أن الأمر سيختلف كثيرا، ولكن فقط طريقة اللعب. ستلعب ضاغطا منذ بداية المباراة، ستلعب بطريقة هجومية منذ بداية المباراة. أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة على الأهلي في ظل ما سيواجهه، ولكن أعتقد أن الأهلي يستطيع أن يعالج ذلك بخبراته ويعتمد أكثر على أجنحته. الأهلي لديه أجنحة مميزة، ولكن بالطبع ستجد بعض التغييرات خاصة على فريق سان داونز. يعني الأهلي ليه الحقيقة في السنوات الأخيرة وما زال طبعا مستمر معنا واحد من نجوم كرة جنوب أفريقيا، هو طبعا النجم بيرسي تاو، وكان قبل كده طبعا مستر بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لسان داونز والمدير الفني السابق لنادي الأهلي. إزاي الجماهير في جنوب أفريقيا، وإزاي جماهير سان داونز تحديدا
بتشوف المشوار ده، فكره انه اثنين من نجوم سان داونز على مستوى القياده الفنيه وعلى مستوى طبعا واحد من نجوم الكره زي بيرسي تاو اللي بيلعب حاليا مع النادي الاهلي، انتقالهم للنادي الاهلي وظهورهم كممثلين للنادي الاهلي. أعتقد أن الجماهير أحبت ذلك فعلا وترحب ببيرسي تاو في أي وقت وتتابعه في أي مكان، وهو مرحب به في بلده حينما يظهر مع فريق الأهلي، وخصوصا أنه سيلعب على أرض وسط جمهوره السابق. هو سيريد أن يظهر كل ما لديه حينما يأتي. أعتقد أن جماهير الجنوب أفريقية ستنتظر الأهلي لترى بيرسي تاو وتتوقع ذلك، ولأنها تدعم بيرسي تاو في أي وقت، وسيأتي الكثيرون لمشاهدة الأهلي ومشاهدة الفريق. أعتقد أن عودة بيرسي تاو لجنوب أفريقيا ستكون مهمة في ظل هذه الظروف. هو يعرف كل شيء عن البلاد، يعرف كل شيء عن ملعب المباراة. نعم، أعتقد أنها ستكون مباراته. رأيك في المستوى اللي بيقدمه بيرسي تاو مع الأهلي؟ أعتقد أنه يبلي بلاء جيدا. هو دوما يحاول أن يظل في التشكيلة الأساسية. هو دوما يحاول أن يكون في المقدمة. هو يهتم بنفسه بشكل جيد. هو ستكون هذه المباراة، أعتقد أنها ستكون مباراة هامة له وتكون بداية جيدة، وخصوصا أنه سيريد أن يحرز الأهداف في فريقه القديم. لا أحد يعرف ماذا سيحدث. لا، نعم، أعتقد أن بيرسي تاو واحد من أهم اللاعبين. هو يستطيع أن يقتل أي دفاع، يستطيع أن يدمر أي دفاع في أمامه، وجميع الجماهير الجنوب أفريقية تعرف ذلك، وهو يعرف الجماهير جيدا ويعرف الفريق جيدا. سيكون حريصا على ان يفوز وان يحرز الاهداف. هو يعتاد على ملعب المباراة. اعتقد انه سيبلي اداء جيدا كما يفعل مع الاهلي، واتمنى له حظا. بمناسبة الجماهير اللي هتكون في استقبال بيرسي تاو، يمكن معنا خبر انه فريق سان داونز هيفتح ابواب المدرجات بالمجان لجماهيره عشان تحضر مباراة النادي الاهلي، مواجهته مع النادي الاهلي. هل ده بيحصل في كل مباريات السان داونز ولا بيحصل بس مع في حالة مواجهة الاهلي المصري؟ هذا أمر اعتيادي لجميع الفرق التي تلعب أمامنا. هذا يشكل ضغط على الفرق التي تأتي. نريد جميع المشجعين حينما تلعب على أرضك، حينما تلعب مباراة قوية، مباراة هامة، نحتاج الجماهير والمشجعين أن يأتوا ويدعموننا.